نبتاء الطين في البيئة في حضرموت يعمر أكثر من باب الجانب الإسمنتي. الجانب الإسمنتي يحتاج إلى صيانة دورية. من الضروري أن يكون الخمر يعني قبل يوم قبل يومين عشان يعني يكون الطين ما يكون زايد قوة أقوى. وادي حضرموت حقيقة حلو، الشيء طيب فيه أن هذه المواد كلها موجودة معنا، ما فيش أي حاجة مستوردة إلا أنت إذا كان بتدخل الشيء التحسينات. إذا أنت بتدخل تحسين في العمارة الطينية ممكن. طبعاً المبنى الطيني هو يتكون من طين. الطين هذا ليس أي طين تشله من المسيال أو من أي موقع، ولكن نحن نقول له مادة الزبر، هو لزي عندما يمتزي مع المي اللزي يكون هكذا، ويطرحون له المخلفات القمح أو البر، نحن نقول له تبل، ويخلطونه مع هذا ويعاملوه معاملة ممتازة جداً، ومن ثم يبنوا هذا المبنى الطيني. الطين في يعني يتكون من يعني في الارض هنا حق حضرموت وادي خاصه، يعني في اشكال الطين، في نوع هذا يقولون له بكر اللي هو نوع يعني الزين، هذا اللي هو بارد يكون يعني يترسب في اماكن الزراعيه، اماكن اليروب هذا اللي تجي فيها السيول، ياتي مع السيول كما حق يروب شبام هذه والوادي بن علي، هذا يعتبر الطين اللي هو يعني جوده عاليه، يعتبر احسن شيء بارد يكون له. يعني ما يكون له تاثيرات بعدين عندما تمحض، ولا يكون ما ياثر على النوره لما تطرق فوق الجدار، يعني طين زين رطب وقوي. يتم تهبيب المساحة معينة لنقل الطين وتشذيبها قبل أن يتم صناعة الطوب، ويكون في أكوام يقال له مقلب، ويتم تدريجه بالماء. ضروري أن يكون الخمر يعني قبل يوم قبل يومين عشان يعني يكون الطين ما خامر، ما عاد يحصل فيه هناك يعني مواد، يعني بعض الفقاعات في الطين تبقى تكون خامر، يعني يأخذ كفايته من الخمر من الماء، يكون بزايد قوة أقوى. لما تأتي بالطين هكذا وبسرعة تضرب يعني ما يكون أقوى من يوم يتخمر. يتم تخميره مع مادة التبن اللي هو باقي القش، فهي كلها مواد طبيعية. شوف الآن كلها مواد طبيعية بخلاف المواد الإسمنتية، ضف إلى ذلك أنها من تتناسب مع البيئة المناخية الموجودة في الوادي بشكل عام. يأتي بعد ما يقلب في هناك في المقلب، يقول له في معلم واحد علم مقلب يعني يسمونه قلاب، يقلب الطين، وفي بعده عمال يطرحون التبل فوق الطين هكذا مع الماء ويخلصونه، يسمونه عملية خلاس، يعني عشان يمتزج الطين مع التبل وتكون يعني متماسك. يحملونه كان أول في سائق في الرعوت، يعني لما عند المعلم اللي بيساوي المذرة، الان حولوا بدل الرعوت يابوا العربيات، هذه يكون اسهل عشان خفيف للعامل وكل يعني عفو السرعة. ثم ياتي عند المعلم هناك يرصوا على شكل يعني منظم كذا ومرتب، عنده واحد عند المعلم يكون واحد قبيل اللي يقوم له الطين هذا على حسب الكميه اللي تحتاجها المدره. ثم ياتي المعلم ويسبك المدره وسط المفتل، هذا اللي نقول له مفتل، يأتي على شكل خانتين. طبعا المدار يختلف،
لكل دور مدره الخاص، لكل طابق مدر خاص، من ناحية الطول في العرض، من ناحية السمك، لكل طابق سمكه الخاص. ويبدأ أكبر سمك للمدر اللي هو في الطابق الدور الأرضي، مع البناء من فوق الأساس يكون أكثر حتى يحتمل ما فوقه من أبنية، فيكون دائما تصل يمكن حتى إلى قريب نصف متر من سابق، الآن قلل فيها وسمكة أكثر اللي يقال عليها هنا سبي ومعروضة، بعد أنها تكون مدرة العريضة بهذا الشكل توضع سبي ومعروضة بجانبها، فيكون العرض للإطار الأول ما بعد الأساس يكون أكثر من متر في بعض الأحيان، وهذا ما قاله المعالم السابقة، الآن بدأت تقل تنخفض. المدر عند ضرومته في أيام الشتاء يحتاج إلى أربع إلى ثلاث إلى أربع أيام عشان يكون يعني جاهز للتنشير والتحمير والحمود، أما في أيام الصيف يعني بإمكانه حتى في يوم الثالث يعني ينشره ويكون يابس أصلاً، يبس سوى بسرعة في الأرض حكم أن الجو حار تنشف الماء من الـ، ثم يأتي بعد ذلك سيارات تحمله إلى مكان الذي سيقوم فيه البناء. عملية البناء، يأتي المعلم البناء ومع عماره طبعاً ويبنون، يبدون في بناء خمر الطين، يخمرون الطين زي ما الطين نفسه بس يختلف شوي، يكون مادة التبر أقل نسبة في غرق، في الغرق هذا اللي يسوونه يقولون الغرق حق الطين اللي يتماسك المدربة. الوقت الحالي البيت الطيني بعضهم 6 أشهر إلى سنة، ولكن سابقا بالعكس، وهنا تأتي عملية قوة الطين. في السابق كان في بالذات في مدينة الشبام اللي امتازت بالعمارة الطينية، عندما يبنى الدور الأول يترك سنة، يترك سنة مش لأنه الصعوبة، حتى يبدو متماسك، وعندما تهطل الأمطار تعطيه قوة، يبدأ الطين يتحول من الطين اللزب واللزج إلى طين أشبه بالطين المحروق، وهو ما هو محروق، أشبه بالإسمنت. السابق كان أول يعني يوقف المعلم هنا عندما يبدأ يصلب الحمير على ما قالتهم، وتنتهي عملية البناء يوقف فترة إلى أن يجف البناء، بعدين يقومون بتيبيس مدة أسبوع أسبوعين هكذا، ثم يعود مرة ثانية يكمل البناء، يكمل البناء إلى أن يشرط المناور هذه اللي يقولها فتحات تقوم فوق الخلاف، هذا يقول المنور على عكس الضوء داخل المنزل. بعدها تم طرح القواسم، في نوعين من الأسقف، في نوع عكف وهذا يتطلب إلى أعمدة وكذلك مدر من العكف على شكل قوس أقواس هكذا، بعد ذلك النوع الثاني من البناء هو السقف بالأقبال، كان أول في السابق عود علب يقولون من أشياء السدر هذه يخرجونه، ثم بعد ذلك يأتون بالقواسم على شكل عواد يعني تكون حجمها إلى 6-7 سنتي،
أو أكثر. هذا القاسم حجمه معين شوي، يطرح فوق الجدار إلى وسط الغرفة، يكون فيه هناك أعمدة أسهم من الحجار في الدور الأول، تكون أسهم من الحجارة، تطرح القواسم فوقها، ثم يأتي بالأقبال اللي هي من العود. هذا كان في السابق، عود العلب هذا استخدم، أما الآن فأصبحوا الناس طوروا وبدلوا العود بالحديد. السهم في البيت له دور كبير في عملية الحمل، يعني البيت اللي عند فيه أسهم أعمدة داخلية هذه نقولها يعني يعبر مدى أكثر من البيت اللي هو بدون أسهم، لأن السهم هذا يحمل السقف، هو يتحمل السقف، الجدار يكون إلا يعني حمول، يعني ما يعطي يعني يتحمل أكثر، يكون الحمول أكثر شيء على الأسهم. ترجع بعدين تعود إلى عملية المحض، إذا قمت نتكلم في المحض، تبدأ داخل البيت، يأتي المعلم، وقبل البناء يكون فيه قشط هناك من الخاري الوقت هذا، يعني بالتبل الدقيق الناعم يسوون محضة خفيفة باليد هكذا قشط عشان تعطي منظر للبيت. من الداخل المحض يأتي المعلم المحضة، فيه ناس خاصين بالمحض خاصين بال، يأتي معلم المحض أو التليس، يقول له تليس بالطين ما معنى، يقوم بتعديل الجدران بالقراشية، يقرش بالقدوم ذا ويعدلها بالميزان بالبلد حقه. الصيانة، شوف، هي الصيانة حقيقة أول مرة تبني البناية الطينية. عندما تبني البناية الطينية علشان حفاظ عليها تعمر فترة طويلة من الزمن، ممكن علشان هطول الأمطار وعامل التعرية ما يتعرض له الإعمار الطينية هكذا، تطلب مادة، مادة ليست اسمنتية، مادة النورة، هي أصلا من والي حضرموت. مادة النورة هذه طبعا من الجبال، وتغلى أو تحمى في جير كيري، وتتحول إلى نورة، وتعمل بعدين معامل أخرى في من الطين ومن منتجات الأرض، ونطليبها هذا المبنى علشان حفاظا على صيانة المبنى هذا بأكمله. في البيت الطيني ممكن يعمر معك إلى مئات السنين، ولكن هذا يعتمد على عملية الصيانة، والصيانة عادة تكون من الأسقف نتيجة الأمطار، والأمطار الموسمية عندنا في حضرموت وفي الوادي بالذات أمطار غزيرة. فأولا يبدأ بعملية تصريف المياه الساقطة والنازلة من السماء في كل الأمطار، تصريف المياه الزيب اللي هي المراعيد. رقم اثنين، المياه اللي خارجة من تحت كالمجاري، وأيضا حتى الأمطار تبدأ عملية معالجتها بعملية الحمث اللي هو موجود عندنا. في الحمث هو ليست البطانة أو الدعامة الكبيرة اللي تأتي، حتى تفصل بين أيضا الأمطار النازلة، ما يتخرش الجدار التحتي فينساب الماء اللي هو نازل من السماء ينساب إلى الشارع. الشارع أيضا حتى لا تترسب تحته يكون هناك عازل اللي يسمونه الحمث الصغير، يلبس من تحت ويطلع إلى أن يلصق بالجدار، يمكن ارتفاع من متر إلى متر ونص، وهذا يساعد بعملية فصل تسرب المياه إلى تحت الأساسات البيوت. ندعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس.
بالنسبة لوادي حضرموت كاملا الأنسب له أن تكون المنازل هي بالطين، الإعمار الطيني هو تقريبا الوحيد اللي اشتهر في مناطق اليمن والجزيرة العربية بشكل عام، وتميزت أكثر مدينة شبان على اعتبارها أنها المساحة القليلة والمساحة الصغيرة احتوت هذه الطريقة اللي اعتمدت على الأبراج الصاعدة البناء الرأسي للعمارة الطينية. فالعمارة الطينية أضحت في وادي حضرموت محط اهتمام مهندسي العالم ككل، وعقدت بشأنها كثير من الندوات، وآخرها أهم ندوة عقدت في العام 2000 في سيئون، العمارة الطينية على مشارف القرن 21. المبنى الطيني أو العمارة الطينية تمتاز عن غيرها، هي أول مرة قابلة للترميم وإعادة التصليح فيها بشكل جديد غير البناية الإسمنتية. أنت لو جيت للعمارة الطينية ممكن من خلال ما تطلع داخل العمارة الطينية ممكن تعمل فيها شيء جديد. الشيء الجديد ممكن تغير هذه النافذة إلى موقع آخر، ممكن تغير هذا الدري إلى موقع آخر، ممكن تغير الباب إلى موقع آخر، ممكن تزيح جدار متكامل في 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 هذه العمارة. تمتاز طبعا هذه. الأعمار الطينية تمتاز عن غيرها بأنها أولا توائم البيئة المحيطة بها، لا تشكل تنافر. الأمر الآخر الوسائل والأدوات وكل الاعتمالات اللي هي تبنى بها العمارة الطينية موجودة في البيئة المحلية اللي هو الطين، والطين في وادي حضرموت وتحديدا في مناطق في وادي حضرموت من ضمنها شباب تعد من أبرز المواد الطينية، وهذه يجريت عليها اختبارات علمية وليست مقالات التقليدية والتواتر، أنه يكون أقوى عندما يتم تخميره من البداية حتى صناعته كقوالب اللي هي مدر يكون قوته تعادل ما يعادل الاسمنت. حقيقة نشوف في فترة البرودة هذه المبنى لما تدخل بداخل العمارة الطينية فتحصل دفو داخل المبنى، يعني ما فيش تكون فيه برودة كثير لكن فيه نوع من حنقول دفو أو سنح يحفظ حرارة، وهذه تخدم الإنسان في فترة الحرارة. البيت هذا يخزن برودة بعكس ذلك، فهذا تمتاز بالعمارة الطينية. خاصية الطين وهذه الميزة المهمة جدا في أنه يمتص أشعة الشمس ويخزنها في وقت الشتاء عندما تكون الشمس تكون في الظهر بالذات يبدأ التخزين. هذه خاصية الطين علميا وهذه من الله يعني، ولكن علميا في نفس الوقت تبدأ ذلك أنه يخزن شوي من حرارة الشمس تفيد في المساء مع شدة البرود. ضف إلى ذلك أنه في والعكس في وقت الحمام في الحرارة يخزن في المساء ما يكون الحرارة قوية، فهنا تذاب الحرارة في وتعطي جو معتدل في داخل البيت. الآن حقيقة فيه أشياء تطورات العمارة الطينية فيه بدت التطورات، برغم أننا نفتخر بالعمارة الطينية السابقة لكن مع الزمن تتواكب مع الزمن. ليست لو جيت أنت قبل ما يقارب 50 عام 40 عام 30 عام تحصل بنا طين بنمط واحد أخلاف فتحات عليه مش عارف إيش. الآن التقنية العصر هكذا جاءت بشكل فلل عماير حلوة جدا، فالعمارة الطينية نفس الطريقة تدخل فيها لها شيء من التحسين، يعني صار مزي، هي ممزوية بين العمارة الطينية والعمارة الإسمنتية فأعطت منظر جميل جدا هكذا.
وادي حضرموت حقيقة حلو. الشيء طيب فيه أن هذا المواد كلها موجودة معنا، ما فيش أي حاجة مستوردة إلا أنت إذا كان بتدخل الشيء التحسينات. إذا أنت بتدخل تحسين في العمارة الطينية ممكن، ولكن الكل العمارة الطينية هي من شيء محلي، من شيء محلي. الطين من عندنا، التبل من عندنا، السيار السدر من عندنا، أشيار النخيل من عندنا، أشيار الراك من عندنا لعمل السقف. فممكن تعمل عمارة متكاملة كلها ما تطلب أي شيء من الخارج، لا يمكن تطلبه من الخارج. هذا برضه نمتاز به في العمارة الطينية في وادي حضرموت. ثبت أنه الطين في البيئة في حضرموت يعمر أكثر من باب الجانب الإسمنتي. الجانب الإسمنتي يحتاج إلى صيانة دورية، ودائما عندما تقام أي مبنى أسمنتي يحدد عمره مباشرة بعملية البناء من البداية، المهندسين يحددون عمره. فأما البناء الطيني، البناء الطيني ممكن يعمر معك مئات السنين، والدليل على هذا الموجود في شبان مدينة حضرموت. البيت الطيني طبعا يعمر أكثر من 800 عام، وقصر السلطان الكثيري أو قصر السلطان بدر أبو طويرق بني قبل 800 عام. وعلى فكرة هذا القصر أكبر مساحة طينية، أكبر مبنى طيني عالمي. الآثار تقول هذا، والمنظمات العالمية تقول على سنة أكبر مبنى طيني عالمي هو قصر السلطان الكثيري أو قصر سيون. هذا هو، هذا بني قبل أكثر من 500 سنة. قلع في وادي حضرموت إلى حد الآن شاهقة مثل قلعة حصن فلس أكثر من 470 أو 500 عام. منارة المحضار في مدينة تريم إلى اليوم شاهقة ومرسومة أمام الزمن وأمام العالم بكمله، لها فترة طويلة من السنين. بعكس العمارة الإسمنتية، العمارة الإسمنتية ما أعتقد شخصيا، أنا ما أعتقد أنها تعمر أكثر من 800 عام بنفس الطابع حقها. ونامل أن أبناء حضرموت يحافظوا على هذه العمارة الطينية. وأنت لو جيت تتفاقد أو تتجول في وادي حضرموت بتشوف شيء مناظر خلابة كأنك داخل معرض أو داخل متحف. قبل فترة لما كانوا سواحيون يعني ما يتوقعون هذا الشيء يكون عندنا في البناية الطينية بالشكل هذا. العمارة الطينية فيها جميلة جدا هكذا.